بيجين ودوما تسلينا وبيك تكت وابوه والكل يرافقنا. تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد الغدو والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العقل عمو يزيد. تعالوا هلموا إلينا ضموا عمو يزيد. مساء الخير، وش راكم يا أطفال؟ راكم ملاح؟ إذن مرحبا بكم، مرحبا بكم يا أطفال، وأنتم كذلك راكم تشاهدوا فينا. إلا حبيتوا تجوا تحضروا وتفرحوا معنا كما الأطفال اللي محاضرين معنا، ما عليكم إلا توجهوا الإنترنت بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الإنترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن يا أطفال، لما تشاركوا في الحضور للحصة لازم شوية تاع الصبر. لماذا؟ لأن التسجيلات كثيرة وقال الأطفال حابين يجوا يحضروا في حصة عمو يزيد، وأنا نقول لهم شوية صبروا، عمو يزيد راح يستضيفكم كامل كامل. كما اليوم راه معنا ضيوف، كذلك ضيوف جاونا من ولاية الجلفة. الضيوف اللي جاونا من ولاية الجلفة رفضوا يديكم، رفضوا يديكم، رفضوا يديكم كامل. إذن نرحبوا بهم، تصفيقة تصفيقة عليهم يا أطفال، رحبوا بهم. وكذلك عندنا أصدقاء تاني جاونا. شكون جانا من العاصمة؟ من العاصمة، من العاصمة، من العاصمة، مرحبا بكم. كاين ولايات أخرى؟ شكون ولايات أخرى؟ منتي يا بنتي؟ سكيكدا. مسكيكدا خيار الناس. وانتي بنتي؟ بليدة. من بليدة. يا أطفال، احنا ماذا بينا نستضيفوكم كامل كامل كامل. احنا نحبوا كاع الأطفال تاع الجزائر، وماذا بينا نوصلوا لهم الرسالة نتاعنا باللي نحبوهم، نحبوهم ونبغوهم. يا أخي، كما عودناكم في كل حصة، أنا بغيت قبل ما نستاهل هذه الحصة، كنا في الأسبوع الماضي كنا استضفنا مدرسة العيد آل خليفة من مدينة عين بيضاء ولاية أم البواقي. فرحوا، فرحوا بزاف اللي جاوا حضروا معنا. وفي هذه الحصة فوضوا واحد تلميذ من عندهم باش يجيبنا كلمة. إذا نستضيفوه معكم. إذا تصفيقة، تفضل معايا، تفضل. نحط هذه هنا. إذا اسمك وليدي؟ لقمان. لقمان، أروح نقربوا الأطفال. لقمان، فوالا. ممنوحة من رئيس مجلس التربوي لمدرسة محمد العيد الخليفة لحصة عمو يزيد. الله يبارك. هذا المجلس التربوي هذا وش هو الدور تاعه في المدرسة؟ الإشراف على انشغالات التلاميذ. الإشراف على انشغالات التلاميذ. وانت وش هو الدور تاعك في المدرسة؟ التلاميذ يبلغون لي انشغالاتهم وأنا بدوري أقوم بتبليغها إلى إدارة المدرسة التي تقوم بنقلها إلى مكتب جمعية الأولياء للتكفل بها. برافو. وأنت انتخبت هذه السنة فقط؟ نعم. انتخبت رئيس المجلس هذا؟ المجلس التربوي للمدرسة. برافو 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 برافو. إذن أنا نعتز كثيرا بهذه الشهادة وهذه الميدالية، هذه اللي فيها العلم الجزائري. إذن شكرا. أنا تاني بدوري نعطيلك رسالة تبلغها لكل تلاميذ والأساتذة وأولياء التلاميذ كذلك تاع مدرسة محمد العيد الخليفة. إذن بالتوفيق. شكرا وليدي، يلا مع السلامة. شكرا بوبي. خبينا هذه الهدايا، هذه القيمة، هذو. برافو برافو برافو. إذن في هذه الفترة يا أطفال كاين اليوم العالمي للرياضة. عباكم بالرياضة مهمة، وإحنا نتبعوا الرياضة وألعاب الأولمبية، ميداليات والجزائر والكرة، كرة القدم، كأس إفريقيا، كرة الطائرة، كرة اليد. يا أخي ألعاب القوى إحنا نتبعوا، وخاصة نتبعوا كاع الفرق، ونتبعوا ثاني الفرق الوطنية اللي تمثل الألوان الوطنية. إذن في هذه الفترة كاين اليوم العالمي للرياضة، وكاين كذلك اليوم العالمي للصحة. إذن يا أطفال، في اليوم العالمي للصحة هذا نداء نوجهوه للأطفال خاصة وكامل الناس اللي يسمعوا فينا، باش يستفادوا كما نستفادوا حنا تاني. مليح أنه الإنسان يكون نظيف. النظافة
هي جزء من الوقاية، جزء من الوقاية، والوقاية خير من العلاج. برافو. في بداية كل حصة عودتكم أني نطرح عليكم لغز، تحبوا الألغاز؟ لغز اليوم يقول: لا أطرح سؤال لكن أنتظر الجواب، من أنا؟ أعيد اللغز: لا أطرح سؤال لكني أنتظر الجواب، من أنا؟ إذن يا أطفال، أنتم والأطفال اللي راهم يشاهدوا فينا، فكروا إلى غاية نهاية الحصة، والأطفال اللي يشاهدوا فينا يقدروا يجاوبوا عن اللغز بهذه الطريقة عبر الإنترنت. والشاطر يعطينا الحل. أنت كذلك، جاوب واربح عن طريق الإنترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على زرار جاوب على اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني، والجواب على اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذا فكروا يا أطفال أنتم وزملائنا إلى غاية نهاية الحصة في الجواب عن اللغز. يا أخي أنتم شاطرين. أوكي. اليوم طلبنا من نور الهدى ديرنا بحث عن شخصية مرموقة هو الطيب بو الحروف. إذن تفضلي نور الهدى. تفضلي تفضلي. مساء الخير يا أطفال. اليوم جيت نحكي لكم على شخصية البطل الطيب بو الحروف. ولد الطيب بو الحروف يوم 9 أبريل 1923 بواد زناتي بولاية قالما. نشأ في أسرة متواضعة، زاول دراسته في مدينة عنابة. لقد كان الطيب بو الحروف من المساهمين في تكوين الأفواج الأولى للكشافة الإسلامية بمنطقة عنابة. أودع السجن لأول مرة في عام 1938، ومنذ حل حزب الشعب الجزائري سبغ على نشاط طيب بو الحروف طابع السرية، وقد سعى لتوسيع القاعدة الشعبية للحزب المنحل. كان أحد المنظمين لمظاهرات 8 مايو 1945، وعلى إثرها اعتقل مرة أخرى، ولم يطلق سراحه إلا بعد صدور قرار العفو على المساجين السياسيين. بعد خروجه من السجن ساهم مع زملائه في تأسيس المنظمة الخاصة، وفي إطارها عين مسؤولا على المنطقة التي تضم عنابة، سكيكدا وعين البيضاء. وفي عام 1948 اعتقل للمرة الثالثة وأودع سجن بربروس. قام حينها بإضاب عن الطعام مطالبا بالحقوق السياسية للوطنيين الجزائريين. عين عضوا في اللجنة المركزية لحركة انتصار الحريات الديمقراطية عام 1949. على إثر اكتشاف المنظمة الخاصة ألقي عليه القبض ليطلق سراحه في عام 1951. بعدها التحق باتحادية الحزب بفرنسا رفقة محمد يزيد عام 1952، وهناك تولى الإشراف على إدارة صحيفة الجزائر الحرة. وبتهمة المساس بأمن الدولة الفرنسية الخارجي ألقي عليه القبض في بداية 1954، ولم يطلق سراحه إلا في أوت 1954. في إطار الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية مارس عدة مهام، من بينها ممثلا للجبهة في كل من روما وجنيف، حيث لعب دورا هاما في الاتصالات الأولية مع السلطات الفرنسية. هذه الاتصالات التي توجت باتفاقيات إيفيان التي واكب أهم مراحلها بدءا بالاتصالات السرية بجنيف عام 1961 إلى التوقيع النهائي لاتفاقيات في 18 مارس 1962. توفي البطل في 26 جوان 2005، رحمه الله. برافو 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 نور الهدى. يا أطفال، بما أننا في فصل الربيع، عمو يزيد دارنا أغنية، أغنية تتغنى بالفصول الأربعة. يلا تغنوا كامل معايا، هي الفصول الأربعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة، عبر شهور السنة مواسم موزعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة، عبر شهور السنة مواسم موزعة.
فصل الشتاء بارد فيه ثلوج ناصعة، رياحه قوية رعوده مروية. أما الربيع الأخضر فساتن ممتعة، يراقص نسيمه ورد الحقول الشاسعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة، عبر شهور السنة مواسم موزعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة، عبر شهور السنة مواسم موزعة. لون الخريف شاحد أوراقه مقطعة، تناثرت بهبات تحت الأشجار النابعة. والصيف بالحرارة شمس السماء ساطعة، فصل نحب بحره له نعد الأمتعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة، عبر شهور السنة مواسم موسعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة، عبر شهور السنة مواسم موزعة. الله هو الخالق والكون ليس مضيعا، هل تفهم أحبتي كل الفصول نافعة. الله هو الخالق والكون ليس مضيعا، هل تفهم أحبتي كل الفصول نافعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة، عبر شهور السنة مواسم موسعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة، عبر شهور السنة مواسم موزعة. برافو 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 برافو. عجبتكم الأغنية يا أطفال؟ إذن هي مواسم موزعة عبر شهور السنة، كل فصل وعنده الفوائد نتاعو يا أطفال. يا أخي عبالكم كاين الفصل اللي فيه الأمطار، كاين الفصل اللي لازم تجي فيه الشمس. يا أخي كل فصل مهم في حياة الإنسان، إذن لازم نحبوا الفصول الأربعة. يا أطفال أنا جاتني فكرة نعيطو كامل العم مراد اللي جانا من مدينة البليدة في ألعاب الخفة. إذا تفضل عم مراد، تفضل تفضل. Thank you.
واحد دول حسبوا مليح هاك اللي يحسب انتم حسبتوا هذو ما حسبوش نحسبوا كامل كيف كيف اه عندي علبة وش فيها الداخل وش فيها؟ لا شيء ما كان والو؟ لا شيء لا شيء شكون اللي عنده منديل؟ أنا شكون اللي عنده منديل؟ أنا عندك منديل؟ هيا جيبيه برواحي اطلعي منه اطلعي منه شوفوا مليح يا اطفال عندنا منديل وعندنا علبه واش نقدروا نديروا بهم يا اطفال عندنا هذه العلبه الفارغه دي تشوفي يدك هكا وريها لهم وعندنا المنديل وريها لهم وريها لهم باللي فارغه ماشي انا نحن نغلقها اغلقيها تشوفي اغلقي فور 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 هالا وري لهم شوفوا مليح يا اطفال هذا المنديل هذا او يبان او يبان عسلنا نزيدو او يبان لازم ما تخباش او يبان شوفوا مليح نحسبوا كامل كيف كيف ايه واحد اثنين ثلاثة هذاكم وين راح؟ وين؟ لا لا هذا هذه كرافطة تاعي وين راهو؟ الفتحة الفتحة نشوفوا سبحان الله سبحان الله من عندي راح للعلبة شكرا يا أطفال شكرا بارك الله فيك شكرا بارك الله فيكم الى فرصه اخرى مع عمو يزيد برافو 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 اذا عمو يزيد دركا راح يحكي لكم حكايه التفاحات الثلاث تحبوا الحكايات اذا يلا مع عمو يزيد يحكي لكم الحكايه يا اطفال كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية التفاحات الثلاث. واحد النهار في واحد القسم كانت واحد المعلمة وكانت حابة تدير لهم دروس في الحساب. راحت عند التلميذ الأول قالت له كانت في يدها تفاحة قالت له كان نعطيك تفاحة هاي ليك ونزيد لك تفاحتين شحال تصبح عندك من تفاحة؟ ثلاثة بصح هو واش قالها؟ هو قالها أربعة. قالت له كيفاش أربعة؟ عاودت. عطات له تفاحة، قالت له هاي لك تفاحة، وكان تزيد لك تفاحتين شحال يوليو عندك؟ قالها 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 أربعة. زحفت المعلمة. قالت له كيفاش أربعة؟ قالت له مش أربعة، كيفاش أربعة؟ ما تفكرت. قالت هذا الطفل يحب البرتقال. نقول له حاجة أخرى قالت له كان نعطيك هاك برتقالة ونزيد لك برتقالتين شحال يصبحوا عندك؟ قالها ثلاثة الحمد لله يا ربي قال هاك عندي برتقالة تعطيني برتقالة وتزيد لي اثنين ولو ثلاثة رجعت للسؤال الأول قالت له يا بني كي نعطي لك تفاحة هاي لك ونزيد لك تفاحتين شحال يرجعوا؟ قالها أربعة بدأت تعيط وعلاش وانت ما تفهمش وكذا وش هادي وكيفاش ما تخممش وعلاش ما تخممش بدات تصرخ عليه ومن بعد كي كثرت عليه بالصراخ قالت له علاش تقول لي اربعه قال لها استاذه لانه عندي تفاحه جبتها معايا من البيت راهي في المحفظه ديالي شفتي كانت عنده تفاحه في المحفظه ديالو كان دائما يحسبها عمو يزيد عمو يزيد نستخلص من الحكايه انه لا يجب ان
نحكم على الآخرين. بالضبط، برافو بوبي. إذن لا يجب أن نتسرع في الحكم على الآخرين. بالمرات الإنسان حتى ولو كان الجواب تاعو خطأ، حتى ولو كان يعني أي شيء، ما نتسرعوش باش نحكموا عليه، نقول له أنت ما تعرفش تقرأ ولا ما تفهمش. شوفوا الطفل كان دائما يحسب التفاحة اللي كانت عنده في المحفظة، شفتوا؟ إذن ما لازمش نتسرعوا في الحكم على الآخرين. يلا عجبتكم الحكاية يا أطفال؟ دركا لحقنا الوحدة الركن اللي تجوا لهنايا تحكوا لي النكت نتاعكم. شكون عنده نكتة جميلة يجي يحكيها لي؟ شكون؟ أرواحي تعالي تعالي أرواحي. واسمك؟ صبرينال. وين تسكتي صبرينال؟ وشن؟ وين تسكني؟ في بوفاريك. في بوفاريك، خيار ناس. واش هي النكتة تاعك بنتي؟ وشن؟ واش هي النكتة تاعك؟ احكي لنا الحكاية تاعك، عندك حكاية؟ ايه احكيها لنا. كان يا مكان في قديم الزمان، كان واحد النهار واحد الطفل يمشي يمشي حتى صاب واحد القرل وسمك قرصاتو. اه برافو 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 برافو. تعطيها لي ليا؟ اروح قولي واسمك؟ واسمك؟ بيبي بيبي انت. يا روح راح تلعب معاه. فوالا برافو. شو عنده؟ تعالي بنتي اروحي، خلوا هذه هنا. اروحي بنتي واسمك؟ شروق. شروق الله يبارك. وين تسكني شروق؟ في سكيكدا. في سكيكدا، خيار الناس، مدينه جميله، البحر، الشواطئ. يا اخي احكي لنا النكته تاعك. ثلاثة أشخاص عبروا الجسر. عبروا الجسر، إيه؟ شخصاً يرى شخصاً يرى ولا يمشي، وشخصاً لا يرى ولا يمشي، وشخصاً يرى ويمشي. أوكي، عرفت الجواب. وش هو الجواب؟ مرأة حاملة. مرأة حاملة، أوكي. إذن هي ترى وتمشي. نعم. ولدها يمشي ولا يرى؟ لا يرى، هي هزاته يرى. هذاك يرى ولا يمشي؟ نعم. واللي في بطنها لا يرى ولا يمشي. برافو 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 برافو. يا اطفال الحقنا درك الفقرة الجواب عن اللغز. فقرة الجواب عن اللغز. إذن لا أطرح سؤال لكنني أنتظر الجواب. من أنا يا ترى؟ فهمتوها؟ شكون اللي عنده جواب عن اللغز؟ عندك عندك جواب. واسمك وليدي؟ ميمون خليل. ها؟ ميمون خليل. واش هو الجواب؟ عمو يزيد. عمو يزيد؟ إيه. كيف هذا؟ هو اللي يطرح السؤال وينتظر الجواب. نعم. برافو. قاعدين ندوك نجي لعندك. شكون اللي عنده جواب؟ شكون اللي عنده جواب؟ أطرح سؤال؟ لا أطرح سؤال ولكن بيانو. البيانو، البيانو ينتظر الجواب ولا يطرح السؤال. وش هو؟ الهاتف. الهاتف، برافو. تعال تعال روح معايا. أروح معايا. أعطيني هدية تاع بوبي. شكرا. إذن هو الهاتف. ذكرهم باسمك؟ شاف أفول عبد الجليل. الله يبارك. من مدينة المالح ولاية عين تبوشن. تروح تسلم عليهم كامل كي تروح يا أخي. الله يبارك. إذن عمو يزيد دائما شاطرين في الجواب على اللغز. يهدي لهم، يهدي لك هذا الكأس باش تشرب فيه الحليب يا أخي. تقدر تشرب فيه الماء، وجي كلش. وهذا السيدي من حق الطفولة فيه 22 أغنية لعمو يزيد، إن شاء الله تستفاد بهم وليدي. الله يبارك. العفو العفو، صح عليك. إذن الجواب كان هو الهاتف، لا يطرح سؤال ولكنه ينتظر الجواب. يا أطفال اليوم حقنا الركن عيد الميلاد، وهذا عيد الميلاد راح نعيشوه اليوم. كاين عيد ميلاد إسلام 8 سنوات، تعالى إسلام تعالى.
إذن إسلام التحق بي، إسلام تعالى تعالى تعالى. ولكن كاين شيء مهم مهم جدا راكم معنا اليوم باش تعيشوه معنا، هو العيد الثاني لحصة مع عمو يزيد. أول بث لحصة عمو يزيد كان في سنة 2015 في 14 أفريل 2015. راحين نحتفلوا بسنتين ودرنا لكم تورتة جميلة جميلة جدا ونحتفلوا بعيد ميلاد إسلام. إذن أنا راح نغني لكم، أنا راح نغني العمو يزيد والإسلام عيد ميلادك أحلى عيد، وأصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الجاتو وإحنا نغنوا. يلا ثم التحقوا بيا، يلا تعالوا نغنوا كامل مع بعض عيد ميلادك أحلى عيد. عيد ميلادك أحلى عيد، ربي اكتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لمية سنة وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات، نسهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو، أجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، أجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة. برافو 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 برافو. إذن راح نشعل الشمعة تاع سنتين لعمو يزيد ونحتفلوا مع إسلام كذلك بعيد ميلاده، وانت راح تطفي الشمعة يا أخي. إذن 2 1 يلا برافو 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 برافو. إذن يا أطفال عمو يزيد راح يهدي لكم كامل شهادة، شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد في ظرف جميل كما هذا تحتفظوا به، هذه تاع إسلام وانتم كامل الشهادات رمي سنو فيكم. والشيء المهم إسلام، بما أنك بعت لنا 5 قسيمات من علب حليب رامي، اخترناك اليوم باش تحتفل بعيد ميلادك معنا، ممول الحصة رامي يهدي لك هذه الهدية، هذه اللي راح تفيدك إن شاء الله، هي الهدية هذه تاع عمو يزيد نورمالمون. لا لا حصة مع عمو يزيد تاع، معليش عمو يزيد يهديها الإسلام. تفضل ولدي تفضل، إن شاء الله تستفاد بها. شكرا. إذن وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم ابقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل، نحبكم يا أطفال على قناتكم الشروق تيفي نهار 3 على 5 تاع العشية، نحبكم يا أطفال. لا تحزنوا حان الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء، لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.
لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا فنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد.